للحكاية جذور وللقصة بداية. البداية كانت قائد حكيم يحمل كل صفات الفائز، أحب وطنه وآمن بشعبه وبحقه في الحياة بكبرياء ورفاهية وكرامة. المغفور له بإذن الله تعالى شيخ زايد سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي أدرك منذ الولد الأولى أنه في الاتحاد قوة وأن في الشرطة ضعف وتشدد، فاختار الاختيار الاستراتيجي لهذا الوطن وشكل مع إخوانه دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون المدرسة الكبرى التي سوف يتخرج منها أجيال هذه الأرض الطيبة. القائد والحكيم والمعلم زايد وضع النهج وحدد الطريق وأسس المبدأ الذي من شأنه أن ينهض بهذه الأمة ويجعلها في سنوات محدودة نموذجا يحتذى بين الأمم. ولأنه مؤمن ومتمسك بتعاليم ربه، فقد وضع المرأة الإماراتية في المكانة التي تستحقها كأم وأخت وأب، كمدرسة وطبيبة ومعلمة، وكنصف للمجتمع لا يمكن تهميشه أو تجاوزه. وليأتي الفصل الآخر من القصة، ولتنتقل قيم ومبادئ وأفكار رئيسة الإمارات إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث كان الشغل الشاغل لسموها هو المرأة والطفل والأسرة، وكان أمرها الأول أن تحصل بنت الإمارات على كامل فرصتها لخدمة وطنها ومجتمعها في مجالات شتى، ومنها المجال الرياضي الذي تظهر عليه أياديها البيضاء، والدين لأم الإمارات بالفضل الأعظم في دخول البنت الإماراتية والخليجية إلى الحياة الرياضية التنافسية كفارسة ولاعبة وعداء وغيرها من الفعاليات الرياضية. ولأن العيون الدولية تراقب وتخفي، ولأن اللجنة الأولمبية الدولية بيت الرياضة العالمية والجهة الأكثر رعاية للحركة الرياضية بالعالم أجمع، فقد كان طبيعيا ومنطقيا أن تحصل أم الإمارات على جائزة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية من العام الجاري، تقديرا لدور سموها وجهودها الكبرى في النهوض بالرياضة النسائية في الإمارات ودول الخليج بأكملها، تكريم لا شك صادف أهله، وتقدير يعتبره كل إماراتي قبل كل إماراتية وسام على صدره. فتكريم أم الإمارات بهذه الجائزة الدولية هو تكريم لكل الإمارات. تعيش الإمارات الحبيبة من مجد إلى فخر في ظل القيادة الرشيدة وربان السفينة يقودها بكل كفاءة وحكمة نحو النهضة.
Thank you.